اليوم كيف ما كيعرف المتسبع الكريم، فنقابات القطاع الصحي دخلت في تنسيق ميداني وخاضت مجموعة من الإضرابات، آخرها إضراب وطني ديال 6 و7 مارس الحالي، من بعد الإضراب ديال 28 و29 فبراير اللي فاتوا، وإضراب اللي كان كذلك يوم 21 فبراير الفارض. هذا الإضراب اللي عرف كسابقه نسبة المشاركة القياسية صراحة الله فاقت 90%، وللأسف الشديد عطل مصالح كثيرة للمواطنين وتسبب في اضطراب ديال العديد من المواعيد الصحية، وأدى إلى شلل شبه كلي للحركة بالمؤسسات الصحية، وهو المشهد اللي ما تمناه حتى شي حد منا كشغيلة ديال القطاع الصحي. هذا التجاوب الكبير والتلقائي مع الدعوة للإضراب ما هو إلا دليل على حجم الاحتقان والسخط اللي كتعيشه الشغيلة الصحية بشكل عام والشغيلة التمريضية بواحد الشكل خاص. بالإضافة للإضراب اللي تحدثنا عليه ديال 6 و7 مارس ديال 48 ساعة، في النقابة المستقلة للممرضين دعات إلى وقفة متزامنة مع اليوم الأول للإضراب، واللي شهدت بالدور ديالها واحد النجاح اللي هو مبهر وكانت حاشدة. بهذه المناسبة لابد من نقلوا للمستمع الكريم الاستغراب ديالنا للمقاربة الأمنية المبالغ فيها اللي تواجهت بها هذه الوقفة هذه لأسباب صراحة الله غير مفهومة، وهذا الأمر يجب التنبيه للخطورة دياله. صحيح كاين عندنا واحد المحضر ديال الاتفاق اللي شبه جاهز ولا تنقصوا كيف كنقولوا إلا اللمسة الأخيرة لرئاسة الحكومة، هذا أمر خطير وغير مسبوق، لكن التراجع على ممارسة ديال الحق في الاحتجاج والزحف على الحق في الاحتجاج فهو أمر مرفوض بالبات والمطلق، ولا يجب السكوت عنه أو التطبيع معه. يتضح بشكل جلي على أن الحكومة والوزارة الوصية لم يستخلصوا الدرس من حراك القطاع التربوي والتعليمي، وبالاستمرار ديالهم في التجاهل ديال مطالب الشغيلة الصحية في الحد ديالها الأدنى والحد التقشفي، فهما نجحوا للأسف بالدفع بالقطاع الصحي تجاه الاحتقان والمزيد من الغليان، ودفعوا بنا باش نعيشوا واحد تجربة مماثلة للحراك اللي عاشوا القطاع التعليمي للأسف الشديد، واللي احنا كنقابة مستقلة الممرضين وحتى باقي النقابات عازمين على استمرار في مسلسلنا النضالي التصعيدي بخوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية المتقدمة أكثر وأشد حدة. سيتم التطرق لطبيعتها من خلال البيانات القادمة اللي غادي تصدر في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله بحول الله. فالمزيد من الصمت والتجاهل من جانب الوزارة ومن جانب الحكومة لا يمكن إلا أن يقابل بالمزيد من الاحتجاج والمزيد من التصعيد.